الفداء السافر عليهم وعلى مقدساتهم التي تمارسها سلطات الاحتلال وبلدية الاحتلال التي فرضت الضرائب والرسوم الباهظة على الكنائس المسيحية. هذه الأماكن إنما جعلت لعبادة الله سبحانه وتعالى وليست أماكن ربحية على الإطلاق، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تفرض عليها الضرائب أو أن تفرض عليها الرسوم المجحفة بحق هذه الكنائس.